السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا غادي نتكلموا على افضل يعني جماهير ما شاء الله عليهم، وهو يعني مظهر حضاري تصنع الحدث في ملعب شبيبة القبائل في منطقة تيزي وزو، يعني وين أصبحت الأنصار تاع شبيبة القبائل يضرب بها المثل، يعني وين تكمل البارتية. رغم أن يا خويا نربد وسخي، ما نخليش وسخي في المقطع، ما نخلي والو، ما نخلي والو. ناس قال لك باللي هرسوا كراسة وهرسوا، يعني ما تحكمش على زوج تاع الناس ولا ثلاثة تاع الناس، ما تحكمش على زوج ولا ثلاثة تاع الناس. قال لك واحد، واحد القصة كاينة، قال لك واحد من بلاصة ما نجبلو لا ولاية لا ولاية لا والو، جبد يعني وين كان مع مرتو جاي يزور مدينة من مدينة الجزائر، أي خونو المرتو الصاك، خونو المرتو الصاك، أيا وكانوا في ماك رجال ما يبوش الحقرة، راحوا لحقوا ذاك الخاين جابوه الصاك ردوه. مي جا رايح قالوا له برحمة الوالدين ما تحكيش باللي خونو الصاك لمرتك، قال له احكي على الرجلة. مي قال لهم علاه؟ قالوا لي ردوا لك الصاك، احكي على الرجلة. هذا مثل برك، هذا مثل، يعني ما تحكيش على ثلاثة ولا أربعة تاع كراسة، احكي على الصورة الشابة. نحكوا على صورة شابة اللي شفناها، يعني صورة تكون صورة كانت شابة في الملعب وبعد نهاية المباراة، يعني شادناهم الناس خرجوا كيف كيف، ناس خرجت كيف كيف، يعني ما كان والو، الناس قاعدين كيف كيف، قاعدين منا قاعدين، يعني حاجة مليحة تبشر بالخير، حاجة تبشر بالخير. وهذه حاجة اللي أنا باغينا تاعهم في كل ملاعب الجزائرية، وهذه تاع وإن شاء الله بربي تاع مولودية الجزائر ما يروحوش لقسنطينة وتاع قسنطينة ما يجوش، هذه لازم نقلعوها، هذه لازم نقلعوها في أسرع وقت. هذه ناس داروها عصابة، كانوا يحوسوا كيفاش يقطعوا الجزائر، يقطعوها يفركتوا، يعني كل شاهدنا الضربة تاع المولودية مع تاع بجاية كيفاش شاصرة، وقال لك هي تاع بجاية ما يجوش تاع الوهرون، تاع الوهرون ما يجوش تاع بجاية. هذيك بداو فماك يعني بخطط خبيثة، بخطط خبيثة، يعني تقسيم الجزائر بطريقة غير مباشرة. شاهدنا قناة النهار آنذاك وعلى رأسهم كمال فيسا، كمال فيسا وين كان ينشر في فتنة خطيرة من نهار اللي بغات تلعب سطيف مع في بشار، نهار اللي بغات تلعب سطيف في بشار، يعني حاجة دونجي بغاو يديروها، وهي أكبر فتنة كانت غادي تصرى، بالكم عاقلين عليها. واهل بشار اهل كما يقول لك الكرم، شاهدنا كيفاش ويستقبلوا الصيفيه و تما طيحوا هذيك المؤامره، طيحوها اللي كانت غادي تصرى، ماشي يكون على بالكم جماعه. اليوم رانا نشوفوا يعني صور جميله، ورانا نعطي اسم يعني للانصار تاع شبيبه القبائل، مدرسه في الاخلاق، يعني مدرسة في الأخلاق بمعنى الكلمة خويا، حب من حب وكره من كره، مدرسة في الأخلاق. تكمل بارتية عرفت شو هي لوين راهي، شو شو الله يبارك، شو ينقوا في الصطاد، ينقوا منا حاجة نقية، وهذا معلم تاعهم، هذا ملعب تاع الشعب، هذا لو كنتي تعرف ملعب تاعك، هذا عمر الجزائر انا هضرو ملعب تاعك خويا، انت كي تهرس كرسي ما شاء الله غادي ميجي تصيب حديده مورا، هذيك الحديده ما توليش تولي تقعد على 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 البيطون. ناس دارت القيمه، داروا الكراسه، خلي الكرسي ذاك اللي داروا لك، انت عندك حاجه مع مع عندك حاجه ولا ماشي تخرج زعافك في كرسي، تخرج زعافك كرسي، هذه راهي تبهديله ولا توسخ ولا تقيس ولا تبهديله، هذه هذه راهي قله التربيه، هذه اللي نقولوها. انت عندك مشكله في الدخله تاع الصطاد مع لا بوليس ولا مع لا جندار، عندك مشكله يا خويا الصطاد خليه، هو الصطاد شاد الكرسي، هو اللي بلع عليك كرسي، هو اللي ضربك كرسي، عاطيك مكان تريح فيه تستريح فيه، ماشي تهرسه، خاطر غادي هذا الكرسي غادي يقعد غادي غير انت وتعاود تولي، غير انت وتعاود تولي، غير انت وتعاود تولي،
تعجبت ديك البلاصه غادي انت تولي تقعد فيها. وإن شاهد الملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو مساء يوم الثلاثاء مظهر حضاري راقي حظيت باستحسان واسع، وأتى ذلك مباشرة بعد تفوق العميد في عقد دار شبيبة القبائل بهدفين لهدف، وانخرط كوكبة من الجزائريين الأصلاء في حملة واسعة لتنظيف مدرجات الملعب الجوهرة. وأظهرت صور تلفزيونية عمومية مشهد راقي لأنصار ناديي الجزائري عملاق، وفي خلية يعني نحل دوابة بادر الفرسان بصدد رفع يعني بقايا الأكل والمشروبات. هذا الراقي يعني الذي طبع نهاية الكلاسيكو يستحق أن يمنح علامة كاملة لأصحاب الضيافة والزوار على حد سواء. ولم يكن فوز مولودية هو يعني الحدث، بل كانت هذه سلوكيات مؤثرة في هي الحدث الأكبر، وانتهت قيمة التقليدية بانتصار عميق يعني للعميد والكنر. وهذا هو عهد الجزائر المنتصرة دوما بعطاءات ابنائها البررة، وانتهى العرس ولم ينتهي يعني الحلم. هذه يا خويا حاجة كبيرة، شوف حية إن لازم نستعرفوا هو صاحبي. تشوف عيبك تحسب باللي راك في أوروبا، ما نقولوش أوروبا، إحنا رانا نضاف على أوروبا، أوروبا ما يتوظفش. شو الله يبارك، شو حية كبيرة ما شاء الله، والله ما شاء الله، والله لا ما شاء الله خويا، ما شاء الله حية كبيرة كاع. ملعب كيما هذا لازم نحافظوا عليه، هي عالمية يا خويا، والله ما شاء الله. واك شو مالك أولع. الله يعطيهم الصحة الناس اللي راهم يعطوا في صورة جميلة للجزائر، نقول لكم الله يعطيكم الصحة، ربي يحفظكم. هذه الحياة اللي كنا نحوسوا عليها ونتكلموا عليها، دائما نتكلموا عليها ونحوسوا عليها، هذه هي اخويا. لازم دائما تعم هذا الصوالح، لازم يعموا هذا ويولي كاين امان في الملاعب خويا، يقولوا كاينين امان، وقاعد يحوس الامان وقاعد يسل. سبحان الله تروح تتفرج الامان، تحس بالامان خويا. يا شباب ما شاء الله معطيهم انا علامه كامله، مدرسه في الاخلاق. لا صحيح صحيح مقايسه من دابا مقايسه، صحيح عيب هذا ولا تاع مقايسه بريكول، هذا بريكول، هذا والله اللي بريكول. ما بقاتش الناس لازم تشوف، انا نتفرجوا لوروب الحمد لله ربي نكتب لوروب، يعني يخسروا نورمال ما كان والو. الناس تخسر خسرت لي فينال، خسرت الشامبيونز ليغ في بلادها، خسروا الدومي فينال في بلادهم، اقصاءات يعني مره في اخر لحظه منا هذه. تقايس ما والو خويا، اش خسرت في بلادها؟ قاطر طروا ماتش في بلادها كوب دي موند، يعني نورمال. قال لك الحمد لله رانا منظمين كوب دي موند عندنا، والحمد لله يا ربي. لازم خدمه، ولازم توعيه تعم 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 تعم. هذه هي اخويا، لازم تخدم، لازم كيما هكا لازم تعم هذا، لازم تعم 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 يعني بمعنى الكلمه. يا شاب حتى شاب اخويا، هذه هي قاش هذاك بريكول هذاك صحيح. تعاد قايس عيب، بلادي ما كبير 30 عام، خلي 30 عام راه كبير على بالك. ناس داروا الجزائريين داروا ثورة، كان الكبير كان عنده 30 عام، والله العظيم قروا مصير تاع أمة كومبلي، مصير تاع شمال افريقيا كانت عنده الكبير كان عنده 30 عام.
ترى كبير على بالك 45 عام تيبرابت بلوكا ويقايس عيب بهديده. هذه هي اخويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.